مالك يا حياة؟ شكلك متضايق كده ليه؟ أصل عندي مذاكرة كتير ومليش نفس الصراحة ذاكر. طب ما تيجي كده نسمع المقطع ده، ممكن نفسك تتفتح على المذاكرة. ماشي، يلا بينا. هو انت بذاكر ليه؟ بذاكر ليه؟ بذاكر عشان ما اسقطش. دي نية، بالله عليك دي نية. يعني النية دي هي دي الموتيفيشن بتاعك، النية دي هي البنزين 92 اللي بتعبيه جوه نفسيتك وبتفضل شغال بيه. النية دي يعني ليه؟ يعني انت بتتعب ليه؟ يعني انا دلوقتي لو قلت لك انت نيتك ايه وانت قاعدة في المحاضرة دي؟ ليه؟ على قد النية على قد الروح المعنوية. عايزين نعرف احنا بنعمل كده ليه؟ عايزين نعرف النية دي ايه؟ أول حاجة انت بتبر نفسك، صعبان عليك نفسك من نظرات الاشفاق يوم النتيجه، من ناس حواليك وقاعده تبص لك كده ما تزعلش والسنه الجايه ان شاء الله تبقى احسن. ليه؟ ليه تقبل انك انت تبقى في المنظر ده؟ تبر والديك. على فكره المذاكره من اعظم الحاجات اللي فيها بر الوالدين، وبر الوالدين ده باب في الجنه. تبر الاسلام انك تبقى مسلم ناجح. ما نقعدش ندي بقى نماذج مشوهه للاسلام، ما نقعدش. الاسلام هو النجاح، والنجاح هو الاسلام يا جماعه، والايمان بالله بيخليك انسان خلاق ومنتج. ها، ايه رأيك دلوقتي؟ لا ده انا بقيت فل فل الحمد لله. طيب ناوية تعملي ايه؟ ناوية احط نية للمذاكرة، زي مثلا اني بذاكر عشان ارجو ربنا عز وجل، وبذاكر عشان اطيع بابا وماما، وعشان اكون قدوة صالحة لغيري كمان. الله ينور عليك. بس الكتب ديت اللي على المكتب وفهمناها، ايه لازمة الطبق ده؟ هو انا ما قلتلكيش؟ اصل من كتر ما انا اتحفست نويت اكل الكتب اكل.